خاوتنا جبنا لكم صانو ارك كليك لاك لو ارك بلس خاوتنا راهو كاين في الفيكس يعني ماشي كليك لاك وراهو كاين في الكوفري كليك لاك اللي راكم تشوفوا فيه خاوتنا في العديد من الالوان حاجه ما شاء الله معروف هذا لو صانو خاوتنا بهذا التصميم اللي راهم خدمهم بواتر في ليزا كودوار تاعو كذلك بومبي بلي بوطون في هذا التيسير الرائع خاوتنا اللي بيلي رام ستيل طوماتون بواتر لونكادرمون تاعهم تحت كامل اون بواتر حاجه ما شاء الله من الداخل خاوتنا الهيكل الداخلي كذلك اون بوا حاجه طري سوليد القاعده راهي بدي ترونت ما مظهر تاعو راهو بدي ترونت خاوتنا حاجه جد مريحه البلاص تاعو عنده قاعده فخمه خاوتنا لي بيلي رام ستيل طوماتون بواتر القاعده كذلك راهي بدي ترونت الظهر تاعو كيما راكم تلاحظوا نفس ستيل تاع بومبي بلي بوطون خاوتنا حاجه ما شاء الله اما بالنسبه للكوفري تاعهم كيما راكم تشوفوا دو بلاص و 3 بلاص راهم كوفري الله يبارك يرفدوا لداخل حاجه ما شاء الله اما بالنسبه للي كيما راكم تشوفوا خاوتنا يولي لكم ان لي تاع اون بلاص و تاع 3 بلاص تقدروا تحسبوه دو بلاص خاوتنا حاجه الله يبارك واسع كيما راكم تلاحظوا كومبلي راهو متوفر في السي بلاص في السيت بلاص في الفيكس في الكليك لاك خاوتنا واش راكم تسناو اذا عجبكم اتصلوا بينا.